صباح الخير عليكم في حلقة جديدة النهاردة من حلقاتنا في شقاوة الشطار، وهنستمتع معاكم بحلقة جميلة في شهر رمضان اللي دايما بنستفيد منها. كل يوم معاكم في رمضان بنستفيد بحاجة مهمة نتعلمها مع بعض في رمضان، وكمان نشوف فقرات جميلة جدا نستمتع بيها. أنا معايا النهاردة 2 من أصحابنا، تعالوا كده نتعرف عليهم وعايزاهم يقولوا أساميهم علشان يصحصحوا معايا. صباح الخير. صباح النور. اسمك إيه؟ علي. علي؟ يحيى. يحيى أيوه. صاحيين ولا لسه نايمين؟ صحيح. حيته خلاص. طب كويس. انا عايزه النهارده بقى اتكلم انا ويحيى وعلي مع بعض، هنتكلم في موضوع مهم جدا. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن درس مهم جدا، طاعه الله. طاعه الله حاجه مهمه جدا، وطاعه الله بيندرج تحتها حاجات كتير جدا واوامر كتير ربنا امرنا بيها. ربنا امرنا ان احنا نعمل حاجات كتير قوي، صح؟ قال لنا اوامر، والاوامر دي احنا لازم، قال لنا حاجات احنا لازم نطيع فيها ربنا ونسمع كلامه. زي ايه؟ نصلي. برافو عليك. ايه كمان؟ نزكي. نزكي، شاطرين. ايه الشطارة دي؟ ونصوم. ونصوم. ايه كمان؟ نزعل مننا ماما وبابا. نزعل مننا ماما وبابا. الكلام ده صح؟ لا. طب هنعمل ايه؟ نخليهم مبسوطين. برافو عليك. نسمع كلام ماما وبابا، يبقى طاعة الوالدين دي حاجة مهمة جدا، دي حاجة من ضمن الحاجات اللي احنا بنسمع بيها كلام ربنا، ان احنا نطيع ماما وبابا، نسمع كلامهم. طيب دي حاجة جميلة جدا جدا، ودي حاجة بتخلينا ان احنا نفتكر مع بعض قصة جميلة جدا من قصص الانبياء، وهي قصة سيدنا اسماعيل. سيدنا اسماعيل هو ابن سيدنا ابراهيم، وكان طفل يعني من الاطفال اللي بتحب، يعني اكيد زي اي طفل. جه في يوم سيدنا ابراهيم شاف رؤية ان هو هيدبح سيدنا اسماعيل، وسيدنا اسماعيل سمع كلام سيدنا ابراهيم، طاعه طاعة جميلة جدا جدا، وقال له ان هو يعمل اللي ربنا امره بيه وان هو يذبحه. وشفنا ازاي وتعلمنا ازاي من سيدنا اسماعيل طاعة الوالدين. دي حاجة مهمة جدا، طاعة الوالدين وطاعة ربنا، ان احنا نسمع كلام ربنا ونسمع كلام ماما وبابا، دي حاجة مهمة جدا جدا. سيدنا اسماعيل سمع كلام سيدنا ابراهيم وقال له اعمل اللي ربنا امرك بيه، وساعتها ربنا فداه طبعا زي ما احنا عارفين القصة الجميلة، فداه بكبش. ومن وقتها طبعا بقينا في عيد الاضحى المبارك بنعمل ايه في عيد الاضحى؟ نعمل ايه؟ نذبح الخروف. برافو عليك، بنذبح الخروف. شاطر. طبعا قصة جميلة جدا، اتعلمنا منها حاجة مهمة جدا. احنا لازم نعمل ايه؟ نسمع كلام مين؟ ربنا. برافو عليك. ونسمع كلام مين كمان؟ عشان ربنا يبقى راضي عننا ويحبنا. كلام مين؟ ماما وبابا، صح؟ عشان ربنا يحبنا. وربنا زي ما انت قلت في الاول، حاجات كتير جدا جدا بنسمع كلام ربنا من خلالها، زي ما انت قلت الصلاه والصوم وحاجات كتير، اوامر كتير قوي ربنا مديها لنا بنعملها. تعالوا مع بعض نكمل حلقتنا ونشوف دلوقتي فقره ونرجع لكم تاني في شقاوه شطار. اسمي عبد الرحمن بهاء الدين، عندي 10 سنين، احفظ القرآن كاملا. سأتلو عليكم ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله،
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. دلوقتي وصلنا معاكم لورشة شقاوة شطار، والنهاردة هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا زي ما دايما بنحاول نتعلم مع بعض في الورشة، نعمل حاجات جديدة وشكلها جميل وتكون كمان مفيدة لنا. تعالوا نشوف النهاردة هنعمل ايه مع بعض. انا ونوشة وليلي. ازيك يا نوشة؟ الحمد لله. ازيك يا ليلي؟ الحمد لله. تعالوا نشوف نوشة عاملة لنا ايه النهاردة. احنا النهاردة هنعمل توكة نحط فيها المناديل على السفرة، طبعا رمضان والعزايم فلازم نهتم برضو بالديكوريشن بتاع السفرة بتاعتنا، فاحنا عاملين فكرة بسيطة خالص هي توكة للمناديل. طبعا احنا هنعمل منها كتير عشان كل طبق محطوط لازم يبقى المنديل بتاعه. تمام. احنا ممكن الفكرة دي نفاجئ بيها ماما ان احنا عاملينها لها علشان خاطر العزومة، مثلا عندنا عزومة قريب فنعمل الفكرة دي ونفاجئ بيها ماما ان احنا عاملين لها ديكوريشن جميل جدا على السفرة بتاعتنا. تمام. تعالي بقى يا نوشة قولنا الاول هنستخدم ايه. جوه المناديل بكر المناديل بيبقى فيه دايما الكرتون، الرول الكرتون، فاحنا مش هنرميه، احنا خدناه وقصناه زي ما احنا شايفين. ده رول صغير شويه. بصي ده رول بتاع الاكياس البلاستيك، الرول بتاع الكيس الكبير زي الفويل والكياس. ما نرميهاش، احنا اخدناها وقطعناها على مساحه دي حوالي 3 سنتي على اساس ان هي تبقى مناسبه ان المنديل يدخل جواها. هي الفكره في الرول الصغير، ممكن المناديل تبقى كبيره شويه على اللي هي رول المناديل يبقى واسع شويه. يبقى واسع، فانا ممكن احط اكتر من منديل وريدي في البيت دايما لازم هتلاقي الصغير ده دايما. فاحنا ما نرميهوش ونقصها زي ما قلت دي 3 سنتي، فممكن ندي للي واحده. تمام. دي واحده. تمام. ده طبعا اصحابي كلهم هيقولوا ايه ده شكله غريب، وهو ده على فكره ده ورق
بيتباع دلوقتي في المكتبات كل الالوان وسعره مناسب جدا. ورق ايه؟ طب جلاد، هو نوع من انواع الجلاد الجديد 3D، يعني ان هو عشان بارز وكده، عشان فيه بقى خلاص مش موجود. ممكن اقصائص مجلات ملونه، اي ورق ملون، اي حاجه ملونه في البيت ممكن نستغلها يعني. فده كان عندي، فانا قلت، ودي كانت بواقي ورق فانا قلت استغلها. احنا طبعا بناكد عليكم دايما في الورشه، بالذات في شقاوه شطار، ان احنا الحاجات اللي عندنا ما بنرميهاش، احنا دايما بنشوف الحاجه دي ممكن نستخدمها في ايه ونعيد استخدامها. اكيد احنا كل حاجه تقريبا يعني، حتى الستارز اللي احنا هنعملها النجوم دي كانت بواقي حاجات في عملناها قصايص صغيره، فانا قلت استغلها ان احنا نغطي بيها الجزء اللي هيبقى باين في القفله. يعني اي حاجه نحاول ان احنا نستغلها ونستخدمها، وطبعا هنستفيد بيها وتبقى جميله جدا. حتى لو عملنا حاجه في الورشه برضو واحنا شغالين مع بعض، بيتبقى مننا قطع صغيره ما نرميهاش، لان اي حاجه ممكن يكون ليها استخدام تاني. تعالوا نبدا بقى. تمام، احنا يلا يا نيني. احنا كده اول حاجه تمام احنا لزقناها. حتى انا هنا وانا اصل الجلاد سايبه بس حوالي 2 ملي من كل اتجاه عشان تغطي اي، لان طبعا وديني كده هنا. تمام، كملي بقى كده. انتي عاملاها عشان نغطي الجناب بتاعها، عشان الجناب، لان طبعا لما هنيجي نقطع الكرتون دايما بيبقى جامد شويه، فاحنا بس مزودينها على اساس ان هي لما تيجي تتحط كده ما تبينش اي ديفو في القص بتاعنا. يعني دلوقتي هنعمل الستارز، هنقص الستارز. طبعا اصحابنا الصغيرين دايما بلاش المقص، ممكن حد كبير يقص لنا واحنا نلزقها بس. احنا كده خلصنا مع بعض ولزقنا الستار على المكان اللي احنا اتفقنا عليه ان هو مقفول منه الورقة. ودلوقتي هنبدأ نحط فيها المناديل. اي بقى مناديل عندنا؟ انا بجيب طرف المنديل وبلفه كده، ومش بضغط عليه قوي على اساس ان انا ما قصرش المنديل. وابدأ ادخل المنديل جوه. وطبعا لما بجي بحطها تبقى النجمة من فوق. احنا كده خلصنا، عملنا المناديل بتاعتنا الجميله، نحطها على السفره. طبعا بيبقى في افكار جميله كتير علشان فكره العزايم في رمضان. يعني الافكار بسيطه وكل خامات عندنا في البيت، بس هي الشكل الجمالي في تقديمها. تمام، وممكن على فكره زي الفكره اللي انت عاملاها دي، بس مش شرط بالكرتون، ممكن نعملها للشوك والسكاكين مثلا، حاجه حواليهم. ممكن هي على فكره احنا ممكن تدخل فيها السات كامله، الشوكه والسكينه والمعلقه. افكار جميله جدا كتير ممكن نعملها لعزوماتنا في رمضان. دايما رمضان بيبقى حابب كده ان احنا يبقى عندنا حاجات شكلها جميل على السفره، كل حاجه فعلا عشان تبقى يعني تفتح. طبعا احنا نفسنا تبقى مفتوحه اوريدي في رمضان طبيعي، بس هي بتدي شكل جميل. تعالى نشوف ليلي بقى هتعمل ايه في رمضان لماما. هعملها نفس اللي انا عملته. هتعمليها؟ جربيها كده وتفاجئيها بيها فجاه، تقول لها ماما شوفي انا عملت لك ايه للعزومه النهارده. صح. عندك افكار تانيه ممكن تعمليها؟ ممكن بس مش عارفه لسه. فكري. طيب فكري وشوفي ايه الحاجه اللي انت ممكن تعمليها وتبقى مفيده ونعملها مع بعض. احنا كده خلصنا مع بعض ورشه شقاوه شطار النهارده. ميرسي يا نوشه. ميرسي ليكي. ميرسي يا ليلي. ودلوقتي هنكمل معاكم حلقتنا في شقاوه شطار، خليكم معانا. احنا معاكم النهارده في مطبخنا، مطبخ شقاوه شطار، وهنعمل النهارده علشان رمضان خشاف. ايه رايك يا لوراي؟ حلو الخشاف؟ جميل مش كده؟ في حاجات كتير جميله. طبعا احنا عارفين ان الخشاف طبعا بيدي، لان هو فيه سكريات فبيدينا طاقه. الحاجات المكونات اللي بتبقى فيه، البلح طبعا فيه يعني مكونات غذائيه عاليه جدا جدا، مهمه قوي قوي ان احنا دايما ناكل بلح في رمضان بالذات، كمان في العادي طبعا لان هو مفيد لينا. التفاح طبعا، التفاح برده فوائده عاليه جدا، وفيه حديد. والمشمش، المشمش بيخلينا ما نبقاش عطشانين يا لوراي،
وطبعا العنب من فواكه الصيف وفيه ميه وفيه جلوكوز، فكل المكونات بتاعه الخشاف مفيده جدا لنا. طبعا احنا عارفين ان المشمش بيبقى مجفف، ساعات ممكن تحطه مجفف يا لوراي، وممكن يتحط كده زي ما هو المشمش نفسه. تعالوا بقى دلوقتي تعالي نعمله، نقطع الفواكه. بعد ما قطعنا كل الفواكه اللي معانا وحطينا كمان البلح وحطينا العنب، هنحط ايه بقى في الاخر؟ نحط ايه مع الخشاف؟ تعرفي؟ نحط معاه قمر الدين. طبعا قمر الدين برضو من المشمش، فبيبقى جميل جدا ومفيد، وطبعا كلنا بنحبه جدا في رمضان. نحط عصير قمر الدين عليه. احنا كده عملنا مع بعض الخشاف الجميل. طبعا ممكن سهل قوي ان احنا ممكن نساعد بيه ماما في رمضان ان احنا نعمله. ماما بس ممكن تقطع لنا الفواكه واحنا ممكن نحط المكونات بتاعته ونحط عليه قمر الدين، وهيبقى جميل ومفيد جدا لينا في رمضان ان احنا ناخده ناكله، علشان يدينا ايه؟ يدينا ايه يا لوراي؟ يدينا طاقه، صح؟ نقدر ان احنا نكمل اليوم بتاعنا في رمضان واحنا كمان صايمين، ما نبقاش تعبانين. طبعا لوراي اكيد مش هتصوم، ولا هتصومي؟ تصومي ولا لا؟ لسه صغيرة، بس لما تكبري هتصوم. ممكن بعد كده نصوم نص يوم، وبعدين بعد كده نصوم يوم كده. احنا كده خلصنا مع بعض الخشاف بتاعنا في رمضان، ويا رب يعجبكم، ويا رب يبقى رمضان جميل عليكم دايما، وتتفرجوا معانا على مطبخنا في شقاوة شطارة. نحاول نعمل لكم حاجات اكلات تكون مفيدة لينا في رمضان. هنكمل معاكم دلوقتي حلقتنا، خليكم معانا. افرحوا يا بناتي يلا وعيشوا، رمضان اهو نور فوانيسه، يا حلاوه الدين الله الله، والقمر الدين الله الله، يا حلاوه الدين الله الله، والقمر الدين الله الله، وكياس النقل وقراطيسه. بسرعة حلقتنا خلصت النهاردة معاكم في شقاوة شطار، وطبعا اتكلمنا مع بعض في موضوع جميل جدا في حلقتنا النهاردة، وكمان شفنا مع بعض فقرات جميلة استمتعنا بيها معاكم طبعا في شقاوة شطار، وبنحاول ان احنا نتعلم منها حاجة جديدة، وبنحاول كمان ان احنا نشغل وقتنا في رمضان ان احنا نتعلم نعمل حاجة تفيدنا. وطبعا الوقت بتاعنا بيبقى طويل شويه في الصيام، فبنحاول طبعا اصحابنا اللي بيصوموا ان هم يحاولوا ان هم يشغلوا وقتهم في حاجات مفيده، وفي حاجات كمان كتير جدا ان احنا ممكن في يومنا نقرا قران، ممكن في يومنا نعمل حاجات زي حاجات الورشه اللي احنا بنعملها معاكم، او نساعد ماما كمان في المطبخ. في حاجات كتير قوي ممكن نعملها في اليوم بتاعنا في رمضان، واحنا بنحاول في شقاوة شطار نقدم لكم الحاجات دي. تعالوا نشوف بقى علي ويحيى بيعملوا ايه في اليوم بتاعهم في رمضان. ها بيصوم. بتصوم؟ برافو عليك، بتصوم يعني؟ ايوه. ايه بتعمل ايه كمان في اليوم بتاعك بقى لما الصبح بتصحى الصبح بتعمل ايه في رمضان؟ بصلي. برافو عليك. ايه وانت ايه؟ برضه بصوم وصلي. صوم وتصلي، برافو عليكم، شاطرين. ايه وبتقضوا يومكم ازاي؟ احكوا لي بتعملوا ايه في رمضان تاني غير ان احنا بنصوم ونصلي؟ نشغل وقتنا بقى بنعمل ايه؟ بنلعب. بتلعب بقى طول اليوم؟ نقرا قران ولا لا؟ حافظين قران ولا لا؟ ايوه. حافظين؟ حافظ ايه؟ ايوه. برافو عليكم، شاطرين. وطبعا معانا في شقاوة شطار بنتعلم حاجات مفيدة وسلوكيات جميلة جدا ان احنا نعملها. اتعلمنا ايه النهاردة مع بعض؟ ان احنا نعمل ايه؟ نصوم. طبعا احنا عارفين ان احنا هنصوم، احنا اتعلمنا ايه في كلامنا في اول الحلقة؟ ان احنا نعمل ايه؟ نسمع كلام مين؟ ربنا. نسمع كلام مين كمان؟ ماما. ماما وبابا، برافو عليكم، شاطرين. احنا خلصنا مع بعض حلقتنا النهارده، ويا رب تكونوا اتبسطتم في الحلقه معانا. وطبعا تابعونا على جروبنا على الفيسبوك، جروب شقاوة شطار، تابعوا حلقاتنا وتابعوا كمان كل الحاجات اللي دايما بنكون معاكم وبنقولها لكم في الحلقه، وابعتوا لنا اي حاجه انتم نفسكم تكون معانا في الحلقه. خلصت الحلقه، وميرسي ليك يا علي، وميرسي ليك يا يحيى، وميرسي لكل اصحابنا.
Thank you.